بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد من الفيديوهات الممتعة الجميلة. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الحمام الزاجل واسرار تربية الحمام الزاجل وايه هي اهمية الحمام الزاجل عند اي مربي حمام. طبعا يا جماعة بنسبة 80 او 90% مفيش مربي حمام ما عندوش في عشته او في غيته او في الاوضة اللي بيربي فيها او في اللوفت بتاعه حمام زاجل. طبعا الحمام الزاجل من اجدع وارجل انواع الحمام اللي ممكن تقابلها في حياتك كلها. حمامة جدعة جدا جدا جدا، حمامة بتسد معاك في اي حاجة. يعني عايز تربي حمام لمجرد ان انت هاوي حمام وعايز تربي وتنتج ويبقى عندك حمام تتفرج عليه وتستمتع بيه، فالحمام الزاجل هيوفي معاك الغرض. عايز تربي حمام عشان تنتج منه وتذبح وتاكل منه، فالحمام برضو الزاجل هيوفي معاك الغرض. عايز تربي حمام للطيران تمام كده وللسباقات، فالحمام الزاجل اساسي في الموضوع ده. عايز تربي حمام للفرخ وللتحضين ويبقى عندك اسس تحضين قويه ويعتمد عليها، فالحمام الزاجل اساسي في الموضوع ده وقوي جدا في التحضين وقوي جدا 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 في التاكيل وحنين جدا تمام كده. طيب طبعا يا جماعه الحمام الزاجل اللي في ايدي ده تمام هو نفسه الحمام الجمعيه، هو نفسه حمام الرمايه او الحمام الرمية او حمام الرميات تمام كده، لان دي كلها مجرد مسميات من اماكن للتانية تمام، انما هو في الاخر هو فرد الحمام اللي في ايدي ده. طبعا بيتشابه مع الحمام البلدي في اللون، ممكن بيتشابه مع الحمام البري في اللون برضو، لان الحمام اللي احنا بنشوفه في الحرم المكي او بنشوفه في الشارع الحمام البري او في الجبال او في اي مكان، فده بيتشابه مع الحمام الزاجل، بس هو مش زاجل. يعني الحمام اللي في الحرم او اللي في الجبل او في اي مكان زي كده ده ما بيكونش حمام زاجل، ده بيكون حمام بري تمام. تعرف ازاي الفرق ما بين الحمام الزاجل والحمام البري؟ لو بصينا لوش فرد الحمام الزاجل ده وللمنقار بتاعه وللمناخير بتاعته ولدماغه، هنلاقي ان فرد الحمام الزاجل دماغه مسطحه تمام، متساويه مع المنقار بتاعه تمام، واخده شكل مسطح كده تمام كده، والمناخير بتاعته خشنه شويه تمام اهي، والمنقار بتاعه عريض شويه وسميك مش رفيع. فالحمام البري اللي احنا شايفين صورته قدامنا على الشاشه ده بيكون المنقار بتاعه رفيع وبيكون عنده قوره تمام، بيكون عنده قوره هنا تمام، هتلاقي ليه قوره بالشكل ده، هتلاقي دي عاليه تمام كده، فدي بتتسمى قوره، فده بيبقى الحمام البري تمام. والبلدي برضه هتلاقيه نفس الشكل كده او شبهه او قريب منه في الشكل، قريب من شكل الحمام البري، بيبقى طبعا حجمه قليل كده ورفيع ومنقاره رفيع وبرده فيه قوره، وممكن تلاقي عين الحمام البلدي لونها اصفر او اورنج. طبعا الحمام الزاجل في الغالب بيكون عينه لونها احمر بالشكل ده تمام كده. طيب الحمام الزاجل يا جماعه من اجمل انواع الحمام ومن اقدم انواع الحمام. الحمام الزاجل هو اساس المراسله، يعني عشان الناس اللي مش فاهمه ومفكره ان الحمام المراسله اللي عظمه داير العجل ده، ان ده حمام مراسلات، فهو كان زمان بيرسل رسائل او كانوا بيستخدموه في ارسال واستلام الرسائل من بعض والكلام ده. لا، الحمام اللي كان بيرسل الرسائل هو الحمام ده، الحمام الزاجل تمام. هو ده اللي مخليني انا دلوقتي كابو مريم بربي حمام زاجل وبطيره وباخده وبرميه من اماكن تانية، فهي دي فكره ارسال الرسائل من اماكن لاماكن تمام كده. ازاي بقى؟ يعني انا مثلا عندي الفرد ده بتاعي تمام، وعندي مثلا ليا صديق او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة، وعندي مثلا ايه 10 تجواز زاجل او 5 تجواز زاجل، فهاخد فرد حمام او جوز حمام من بتوعي اديهم لده، وجوز حمام تاني اديهم لده، وجوز حمام تاني اديهم لده، بيخلي الحمام ده عنده تمام، بياكل وبيشرب وبيعيش عنده. وقت ما يحب يبعت لي رساله بيربط الرساله في رجل فرد الحمام بتاعي انا اللي عنده ويطيره، ففرد الحمام بيروح على فين؟ بيرجع على مكانه الاساسي اللي هو عندنا، اللي هو اتعود عليه واتربى فيه وكبر فيه، اللي هو الاوضه بتاعتي او الغيه بتاعتي او اللوفت بتاعي او المكان اللي انا بربي فيه. هتلاقيه جه وراح داخل على السلاكه بتاعتي اللي موجوده مثلا بره تمام. يعني انا دلوقتي لو خدت فرد الحمام ده تمام ورحت المطريه عند احمد ابو هاجر، قلت له خد ابو هاجر فرد الحمام ده خليه عندك، لما تحب تبعت لي رساله اربطها في رجل فرد الحمام وطيره تمام. ايه اللي هيحصل؟ هيربط الرساله في رجل فرد الحمام ويطيره، هيروح فرد الحمام جاي من المطريه على الخصوص هنا ويروح داخل في السلاكه بتاعتي، هروح انا ماسك فرد الحمام واخد الرساله من رجليه تمام كده. طيب انا عايز ابعت له رساله، لازم يكون عندي حمام من بتاعه، الحمام بتاعه يكون موجود عندي انا عشان اخد فرد حمام من بتوعه
واروح رابط له رساله في رجليه هنا واطيره يروح رايح على المطريه، يروح هو ماسك فرد الحمام واخد الرساله من رجليه. فهي دي فكره المراسله بالحمام الزاجل عشان الناس اللي ما كانتش فاهمه الموضوع ده بيتم ازاي. طيب الحاجه الثانيه بقى وهي فكره السباقات، سباق الحمام الزاجل بيتم ازاي؟ هقول لك سباق الحمام الزاجل، انا عندي مجموعه مثلا 5 تجواز حمام زاجل وطايرين عندي ومتدربين وظبطت الدنيا معاهم، يعني خدتهم رميتهم مثلا 5 كيلو ورميتهم 10 و15 و20 و30 و40 و50 و100 كيلو و200 و300 ورميتهم كذا مسافه، وكل مره برميهم بيرجعوا لي تاني، كل مره ازود المسافه وارميهم بيرجعوا لي تاني، رميتهم من الاتجاه ده ورميتهم من الاتجاه ده، رميتهم من الاتجاه ده رميتهم من الاتجاه ده، في الاربع اتجاهات رميتهم 5 كيلو هنا 5 كيلو هنا 5 هنا 5 هنا 10 10 10 10 20 20 20 20 بحيث ان انا ايه اخليهم يتدربوا على كل الاتجاهات على كل المسافات. تمام كده؟ انا جه مثلا عرفت ان في سباق مثلا بحري او سباق قبلي، تمام، فبروح واخد مجموعة الحمام اللي عندي ورايح المقر بتاع الاتحاد، انا عايز اسابق بالحمام ده. تمام كده؟ بيستلموا مني الحمام وبدفع رسوم السباق، في رسوم يا جماعة بتكون للسباق، والحمام دوت بيتحط عندهم استضافة لحد ميعاد السباق. تمام كده؟ طيب في ميعاد السباق الحمام ده بيلبس دبلة في رجليه، دبلة سباق، تمام، وبيتاخد كله يتجمع ويروح يترمي من مكان معين. المكان معين دوت بيتحسب لك المسافة منه لحد البيت بتاعك انت او اللوفت بتاعك كام كيلو بالظبط. فطبعا كل واحد بيرمي حمامه، الحمامة اللي بترجع لمكانها اسرع، تمام، لمكانها اسرع في وقت قياسي معين قبل بقية الحمام ديت هي اللي بتاخد مثلا المركز الاول. اسرع حمامة رجعت لمكانها كمسافة وكوقت، يعني مثلا انا ساكن هنا بيني وبين مثلا المكان اللي هيترمي منه الحمام 500 كيلو، تمام، وواحد تاني ساكن بعدية ب 5 كيلو، تمام، يعني بينه وبين المكان اللي هيترمي منه الحمام 505 كيلو. لو الحمامة بتاعتي انا جت دلوقتي حالا وراحت الحمامة بتاعت اللي بعدي ده بدقيقة او دقيقتين، تمام كده، والمسافة من عنده سرعة الحمامة فيها اسرع من الحمامة اللي جت عندي، فهو يكسب مش انا. يعني هي مش معتمدة على الوقت بس، لا، معتمدة على الوقت والمسافة. فسرعة الحمامة بتتضرب في الوقت والمسافة. الحمامة اللي جت عندي انا مثلا جت بسرعة 100 كيلو في الساعة، تمام، يعني ماشية بسرعة 100 كيلو في الساعة. الحمامة اللي راحت للشخص اللي بعدي وصلت له بسرعة 105 كيلو في الساعة او 110 كيلو في الساعة، مين الاسرع؟ اللي راحت بعدي دي اسرع، فهو اللي يكسب مش انا. هو ياخد المركز الاول مثلا، اللي بعديه في المسافه والسرعه هو اللي ياخد المركز الثاني، اللي بعديه وهكذا وهكذا وهكذا. تمام كده؟ فده كده بالنسبه لبرضه سباق الحمام الزاجل. طيب الناس اللي مش فاهمه يعني ايه تاصيله للحمام الزاجل، التاصيله للحمام الزاجل هي الورق بتاعه، النسب بتاعه، زي الخيل العربي الاصيل. الخيل العربي الاصيل ليه ورق وليه تاصيلات. يعني ايه تاصيله؟ يعني الحصان ده ابن الحصان ده، ام الحصانه دي، تمام، جده كان الحصان الفلاني، جدته كانت الحصانة الفلانية، فده النسب بتاعه، سلسال بتاعه أو الشجرة بتاعت العائلة بتاعته لحد ما يوصلك لفرد الحمام اللي في ايدك أو للحصان اللي معاك، فتعرف الحصان اللي معاك دوت جاي من سلسال أين سلالة. تمام كده؟ فهي سلالات معروفة. مثلا في الحمام ليه سلالات معروفة، الفرد الحمام ده من سلالة كذا، تمام، ابن الدكر الفلاني مع النتايه الفلانيه، جابوا الدكر الفلاني مع النتايه الفلانيه، جابوا ده مع ده، جابوا ده مع ده، لحد ما وصلوا للفرد ده. تمام كده؟ فدي اسمها تاصيله الحمام الزاجل، ليه تاصيله، ليه ورق. تمام كده؟ فالحمام الزاجل نفس النظام، فبيتعرف التاصيله بتاعته دي من خلال الدبله اللي في رجليه. الحمام الزاجل طبعا بيبقى فيه في رجليه دبل اتحاد بالشكل ده يا جماعه، ده فرد حمام لابس دبله 2015، تمام، دبله 2015 الاتحاد المصري اهي، تمام، وده بيبقى رقم الدبلة، رقم تسلسلي مكتوب على الدبلة. تمام كده؟ طيب الدبل دي بيلبسها الحمام وهو صغير، فطبعا اي حد من اخواتنا ابطال الزاجل، تمام، عنده سلالة معينة من الحمام الزاجل بيبقى معاه ورق وتأصيلات للحمام اللي عنده، فهو انتج زغلولين فبيكتب التأصيلة بتاعتهم، تمام، الدكر الفلاني مع النتاية الفلانية انتجوا زغلولين، زغلول لبس دبلة رقم كذا لسنة 2000 وكذا، والزغلول التاني لبس دبلة رقم كذا لسنة 2000 وكذا. تمام كده؟ وبيطبعا بيكتب لون فرد الحمام، اذا كان ازازي، اذا كان مفصص، اذا كان حمري، اذا كان بديري، ايا كان اللون، فبيكتب برضو في التأصيلة بتاعت فرد الحمام. تمام كده؟ فعشان كده الحمام اللي بتأصيلة بيتباع بسعر اغلى، انما الحمام العادي اللي موجود عندنا ده اللي من غير ورق فده بيتسمى حمام مجهول،
بس مش معنى ان هو مجهول ان هو مش حمامة حلوة ولا حمامة تطير كويس ولا حمامة ترجع من اماكن بعيدة ولا حمامة تسابق، لا ممكن تعمل الكلام ده كله وهي مجهولة، تمام كده؟ بس ما تقدرش ان انت تبيع منها بسعر عالي وهي مجهولة الا اذا حققت مكاسب، خدت مراكز كويسة في السباقات وحققت مكاسب وبقى معاها شهادة برقم الدبلة اللي في رجليها، تقدر تبيع من فرخها حمام باسعار كويسة جدا، تمام كده؟ فده كان فيديو النهاردة عن اسرار تربية الحمام الزاجل، يا رب نكون استمتعنا بالفيديو ده. ما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على قناة جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان تفيد غيرك بيه، ولو عندك اي استفسار ومحتاجة موضوع نتكلم فيه اكتبولي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على القناة في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.